محمد سيد محمد امبابي قلمون الداخلة الوادي الجديد. ثلاثة واربعين سنة، 15 سنة هنا في الممر. أنا يومي من البيت للشغل، بقضي وقتي كله في شغل. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما جيت القاهرة نزلت على شارع باب البحر، اشتغلت بربع جنيه في مطعم شعبي. احترفت بقى المهنة، بيت بفول وطعمية محترف للدرجة الأولى. أصحى من النوم أشوف متطلبات الأولاد في البيت إيه، بنزل على السوق أتسوق أجيب خضاري وحاجتي، وباجي على محلي هنا بشطب على الساعة 3 بالليل 4 5 6 الصبح حسب الشغل الطبيعي مع أي حد. مفيش حد يتصح صاحبك لمصلحة يوم 2 3 خلص مصلحة تقول السلام عليكم. الناس النهارده بقت يعني تكره نفسها، كل واحد النهارده عايز يعني يمشي الكون كله على مزاجه. ما عادش ينفع. كل الناس تعبانه ماديا، لو كسبت 100 2 3 4 تروح على البيت ترجع من غيرهم. هتملك الدنيا كلها كده ما بين ايديك في نفس الوقت؟ مش ممكن. لازم شيء تنزل عنه. اتعلمت ما اتكلمش مع حد. متضايق؟ الشغل بينسيني. سرك لو اديته لحد تاني يوم هتلاقيه بقى ايه؟ هتلاقيه في وكالات الانباء العالميه. ولا شيء بحبه في مصر، مصر بلد الحضاره ولا يوجد عندنا حضاره. الشعب المصري يجيد الحرفه ولا يجيد الفينش، مفيش حد عايز يشقى. ربنا يكون في عون الشعب المصري. فانا اتجوزت سنه 90، كانت ايامها الشقه رخيصه وخدت شقه وجار 20 جنيه، النهارده تعد فلوس. عندي مي في ثالثه اعدادي طالعه ثانوي الحمد لله ونجحت، جابت مجموع كويس. وعندي محمد في سته ابتدائي رايح اولى اعدادي، وعند احمد رايح رابعه ابتدائي، عايز اسافرهم الصين يتعلموا اي مهنه في الصين. انا ما بعرفش اقعد على الكمبيوتر ولا بعرف افتحه، لكن الشباب هنا عملوا لي جروب على الفيسبوك فيه 8 مليون على مستوى العالم مشتركين في الفيسبوك. الكوره النهارده واقفه حال، الكوره النهارده بتفضي البلد، ما بنشتغلش. يعني حرام انه يبقى في كوره. قبل بكره اطالب السيد محافظ القاهره برفع غرف المركزيه لتقويه المحمول اللي فوق المناطق السكنيه اللي بتسبب السرطان للناس. ربنا يشفي زوجتي من السرطان. الشعب المصري يرجع لدينه. اطلب من ربنا يعني ايه؟ ان انا اسر اولادي. هذا الحرامي دي شهرة. احنا كنا قاعدين على القهوة بنلعب دومنا، واخر كارت كنت بحطه في حجري بقول له ضمنت، كنت بسرقه في العدد. بس طلعت كلمة سعد الحرامي.